بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا على أطراف مدينة دار كبيرة لرصد أماكن تمركز الشبيحة داخل حاجز الدوير. وكما تشاهدون معنا هنا يقع حاجز الدوير وهي متاريس الشبيحة. انظروا إلى حجم المتاريس التي قاموا بصنعها. وهنا تقع أمامنا مباشرة مدينة حمص، مدينة خالد بن الوليد. هنا تقع قيادة شرطة حمص. انظروا ماذا حل بالمنازل داخل مدينة حمص. وها هو مبنى السيتي سنتر. ها هو برج الموت الذي تتمركز بداخله قوات النظام. هذا البرج الذي يطل على مدينة حمص بأكملها. قد قامت قوات النظام منذ أوائل الثورة باحتلاله وصنع المتاريس داخله ووضع القناصات والرشاشات، حيث تقوم يوميا باستهداف الأحياء المحاصرة داخل مدينة حمص بالرشاشات الثقيلة وبمدافع البي 9 والبي 10. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان معكم محدثكم الناشط وسط الحمص من بلدة دار كبيرة في ريف حمص الشمالي.